إلى الآن ميلاد هنا بغيت نفتح قوس ونقول أن هذه الملفات باش دائما كنشتروا في إطار التمثيلية الصديقة حنا طرحناه على المسؤولين وعلى السيد العام. فعلا السيد العام المدرسة الأخرى اشتهر بالنسبة للتكليف، اشتهر بالنسبة للوزارة ولو أن الوسائل ما كاينش، ولكن ما اشتهرش الملف نتاع أراضي الجمهور. هذا صديقنا ولد بلادنا، وهذا الشيء اللي كنقول لكم كنقول له، وانا الان كنتظاهر معكم في اطار التمثيليه الصادقه ما غنسد عليكم حتى شي حاجه. بالنسبه لاراضي الجموع ما دار حتى حاجه، يمكن ما عندوش وسائل، حنا مستعدين نعاونوا. وشنو قلنا حتى لوزير الداخليه؟ اللي كنجبدوا الاراضي الجموع كيقول لك يا سيدي راه حنا غندير لكم مشروع تنموي، يا سيدي قبل ما نوصلوا للتنميه بغينا الجانب الحقوقي يعطيو الناس حظهم. عطيني حقي وندير به ما بغيتي، وإلا دفعتيني في إطار السياسة تاع الدولة باش ندير غادي ندير، ولكن ما تعطينيش حقي في هذاك العقار والتنمية. الملف لا يتعياش باش نعطيكم. شبعتو كيدير السياسة، يا ما كنعرفش نحسب. شي هاد 8000 غيكتبوا لي فيها 600 وشديت الخيط في الوسط قبل ما ندير السياسه نمشي لا تعيش ونقول وقفت غير تنوي. إلا كاين شي إحساس بيه مثلا اللي كنحسب كان الهضره اللي كنحسبها ماشي فاس بيه راكم عارفين هادشي. شنو كنقولوا للإدارة؟ مسائل بسيطة. يا سيدنا إلا ناس التحديد دوزوا التحديد وقولوا للناس يبقى في الأرض نتاعهم. إلا ما داش التحديد نحاولوا معكم الإدارة ياك ما نصلحوا، ما وصلناش باش نصلحوا لهم غتقدموا من جهة القضاء. سكينة. ما يبداش الناس يكونوا على يقين أن الآن الحمد لله كاينة الشروط باش يتصالحوا الناس، وحنا بحال يتعياش بحال يتمولي. يتصالحوا ويكونوا جيران. أنا كنت كنقول أنني كنت كان مزيان في أراضي الجمع وكنعرف اللي ما كيعرفش يحكي. ومشيت واحد النهار للسي شاكي بن موسى قال له تبريك عندنا مشكل في الارض وهذا وفي البناء سنت لي تسنت لي هذا انسان ذكي حنا كنعرفوا ان انسان ماشي ذكي عبقري قال لي اسي شبعت هذا الشيء اللي قلتي كله مزيان ها انتم شديتوا الارض وفلحتي ودرتي التفاح والا ما اتفقتيوش مع جيرانكم ما غيبقى لكم لا تفاح لا جرده ولا حزن. إذا اللي ما تصالحش مع جيرانه واللي ما كانش مندمج مع الأحباب ومع الدوير راه ما غايدير حتى شي حاجة، داك الشيء غير غلط في غلط في غلط في غلط. أمر سيدي جاي 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 من المرة اللي عرفنا عرفنا. بالنسبة لهذا بغيت نقول شيء بسيط، لا يعقل أن الأراضي الناس تكرا والقبائل كيطلبوا باش يكونوا عندهم النواب اللي يحضروا ما يتعطاهمش النواب يبقى نائب واحد هو اللي كيدير هذا وكيتراوى على حركه الجمهور وكيتراوى على حركه الجمهور وكيشوفوا كيقول لها السيد العام هذا الشيء ما خصوش شي ها الملفات اللي انا ما نطقش معاها ما تكون خدم ترتيب خدم في الوزاره من المسائل اللي عنده ولكن هذا الملف نتاع اراضي الجمهور راه خصو يتفك لان ظلم بالنسبه للوحده ولو راه ما كاينو مشكل غنقول لكم باش تكونوا مزيان راه هاد القبائل اولا كيتسامحوا مع الناس ولا خداو الاراضي نتاعهم راه عندنا باش نوظفوا حتى اللي ماشي من ذوي الحقوق عندنا باش يتكرا حتى اللي ماشي ذوي الحقوق. انا كنقولها لكم انا من القبيله اللي كاتبت تقريبا 60000 ولا 70000 هكتار راه يمكننا نكريو العذاب الناس اللي تكونوا وظفوا ديك الدعامه الثانيه ويشتغلوا ولكن نحيدهم من الشوال نتاع دوك الناس اللي كيقولوا هذا من الرزق اللي راه حنا مستعدين نتعاملوا ونحلوا المشاكل مع السلطه. وهنا بغيت نتوجه للقايد اللي نصر كنحتارمو انسان مزيان خصنا نبقاو في الاحترام ولكن باش يعيط النائب الاخ نبيل الاخ بن علي خرج اللي ما بغاش يكري الارض اللي ما بغا يستاش مع ذوي الحقوق لانه ما كيمثلهم باش يقول لي الا ما جيتينيش فتره اخرى غادي نحيدك. انا بغيت نقول داك القايد خدينا كنحشم منك وكتحشم منا والا
القياده اللي فيها جلده ياسين القيد، كان فيها الحاج اللي مشبعت ومسجون مع السي محمد الحسن الوزاني لمده 7 شهور في يوم الاستعمار، وكان تاخذ من ديك الجرده اللي جيتي انت الان جالس فيها. قام دائما على حسنيه الله يهديك، راه ما بقاش ذاك الوقت باش يحيد الشيء مسؤول سميتو نائب الاراضي الجمهور الا في حالتين، الا خرق القانون العام او لما دافعش على الاراضي الجمهور على ذوي الحقوق. هذا هو مسائل معقوله. وفي نفس الوقت بغيت نوح برجال السلطه وفي رجال الامن لعداد منهم كيقوموا بعمل عنا، ولكن حنا عارفين الناس اللي مرشيين في رجال السلطة عارفينهم مزيان وريحتهم خرجت من القهاوي. وراه ما غيخوفنا حتى احد، وراح يمكننا نواجهو واجهو اكثر منهم، ولكن اللي كيشتغل غادي نقولها باللغة الفاسية حنا عبيد. اللي كيشتغل حنا عبيد. غادي ندوز الان للغابات. الغابة المسؤولة على الغابة الظاهر 96 المادة 30 اللي كيعطي الموارد المالية للجامعات، وبعد اختار الجامعات لا تمثل اقتصاديين ذوي حق الانتفاع في الغابات. إيوا الرئيس اللي بغى باش ما يوقع له حتى شي مشكل ملي كتدخل عندك الموارد دير شي حاجة لذوك الناس اللي عندهم حق الانتفاع، باش نهار ينوضو كيغوتو كتجي كتقول لهم في 2002 دخلت كدا وكدا، في هذه دخلت كدا وكدا، ودرت لكم ودرت لكم ودرت لكم ودرت لكم، وكتكون في ذاك الوقت كتقنعو. فلهذا الغابات والمطلوب يا ريت هذا غير من باب الاخوه ومن باب الصداقه، ان الرؤساء اللي كيترسوا الجامعات يكون عندهم شويه الحياه ما يستغلوش الجامعات اللي كيترسوا. ونديرو شي حاجة لهذوك الناس اللي مساكن ما كيدارو حتى حاجة. المشكل الثاني هو فك العزلة، فك العزلة. وهنا ملي كنشوف فك العزلة كنشوف فك الرشد في الرأي. فك العزلة العام دار مجهود وتعاملنا معاه، ولكن الوسائل اللي عنده ما كافياش. حنا وقعنا دابا اتفاقية مع وزارة التجهيز في الجهة، وغادي نحاولوا باش نشوفوا مع السي العام باش ندخلوا الطرق اللي ما دخلاتش، ونحاولوا باش نديروا جهودنا ان شاء الله الى دفرت الجهود ما بين المجلس الاقليمي والجماعات والجهه المقبله. راه كاين عدد من المسائل يمكن هداك وتنزل. ندوز للفلاحه. الفلاحه فعلا المنطقه نتاعنا معروفه بالكسب وبزرع الحبوب وخاصه الشعير، ولكن الناس تعطاو التفاح، وفي السنوات الثلاثه عطلة الخير ولكن أنا تطرح مشكل التصويت. وهذه قلنا حنا في فريق نتاعنا الوزير الفلاحة، قلنا له يا ولدي راه التضامن في الإنتاج يمكن يكون فخ، أن السيد كياخذ قروض وياخذ هذا، وملي كينتج إلا ما لقاش من يسوق كيولي كيتسيزا، فأحسن تضامن هو التصويت. وهذا شوية من الإدارة وشوية حتى من الإدارة. وصل الوقت باش دار تعاونيات كبيرة وتكلف بالتسويق، ويكون كما كيتسميو بالفرنسية دي فون ريغولاتور أو الصناديق المضوضة، باش يكون عند هذاك الصندوق باش يشري عند الفلاحة ويولي هو كيبيع. شوية بشوية هذه المسائل يمكن نطرقوا لها في برنامج تاعنا الإنتخابي وكنا نناقشوا معكم. والكسب خص الفلاحة وبناها، والسيد الكاتب الأول تا هو راه غادي نقولها لهم بعد. هذه منطقة اللي هي صعيبة صعيبة لمدة 15 شهور كل سنة، فإذا كان شي دعم بالنسبة للشعير خصك تعطى لهذ المناطق الجبلية وخاصة المنطقة نتاع ميناء.